مساء الفل، واهلا بحضرتكم مع دكتورنا العزيز الدكتور عمرو يسري. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. مش هقول لكم بعت صوره بقى يعني وبعدين حد قال له بس بقى الحاضر، طلعت بنت الحمد لله مش الحكومه. اهلا دكتور. اهلا بحضرتك. حضرتك حبيت تتعلق على دكتورنا الاستاذ حسام موافي، دكتور الاستاذ الدكتور حسام موافي، على الصداع. وقال في صداع بيجي هنا، ده صداع نفساني، في نفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على الأعراض العضوية اللي بتيجي للناس بسبب الاضطراب النفسي، الضغط النفسي، الحزن، الخوف، القلق، التوتر، عدم الرضا، الأريافة، القرفة من الحياة، الصراعات اللي ليها علاقة بأنه أنا مفروض عليا الأوضاع اللي أنا عايش فيها دي، إن كان شغلي ولا مش عارف البلد اللي أنا فيها ولا أي حاجة، فيبتدي يسمع بأعراض اللي سميناها نفس جسمانية. وبعدين كتير من المرضى اللي بيجي لهم الأعراض دي جسمانية؟ نفس جسمانية، يعني إيه تعبير غريب؟ نفس جسمانية يسموها أعراض الجسمنة. جسمنة اسمها سايكوسوماتيك. يعني الأصل بتاعها توتر او ضغط، اكن البني ادم بيتخانق مع نفسه، مش عارف يتناغم، مش عارف يقبل نفسه او يقبل العالم الخارجي المحيط اللي هو عايش فيه. يقول لك لو كنت جيت في زمن تاني، ولو كنت اطول شويه، ولو كنت اغنى شويه، ولا كل دليل لازمه. انت هنا انت هنا وعليك ان تتعامل مع هنا. ايوه، وهي لو تفتح عمل الشيطان. يعني صحيح. كلمه لو لما بتدخل في اي جمله، يعني بفكر نفسي دايما كده والساده الكرام مشاهدين حضرتك، انه الواحد هو بيفكر كده دايما، لو سمع كلمة لو من نفسه لنفسه يقف عندها ويعرف انه رايح في حتة وحشة، في حتة غامقة. لو ما سابهاش الفكرة دي هيبقى عنده حاجات كتير وحشة. لو تفع هي قدر الصحيح بتاعها، قدر الله وما شاء فعل. وبعدين الواحد قدر الله وما شاء فعل، ويبتدي ينتبه لحاله، يشوف هو ايه اللي مطلوب منه المفروض يتعامل دلوقتي، ويهم ويقوم يعمله. صحيح. أعراض النفس جسمانية منها شهير جدا جدا الصداع. ومنها النقح، جسمي بينقح عليا. ومنها الحططان، أنا مش قادر أقوم وهم. بالراحه بقى شوية بقى. الصداع والنقح. جسمي بينقح عليا، كلام بلدي بس ده اللي احنا نفهمه. والتالتة ايه؟ الحططان يقول لك أنا حاطط، وبعدين لازم بعدها يا أخويا أو يا ابني. أنا حاطط يا أخويا، يا أخويا يا ابني، أو يا ابني حاطط، يعني حد من سميع ماليزي، يعني فياش جهد، فياش حيل. صحيح. مش قادر أهم وأعمل اللي ورايا. الأصل دايما بنفكر الأصل نفسي، ليه علاقة بشيل الهم، بالتفكير الكتير. ولذلك الإنسان الصحيح بيتحرك أكتر ما بيفكر، بيعمل ويحقق وينجح. يعني حركة بدنية قد كده ويفكر شويه قد كده. التفكير فايدته ايه؟ ان هو اللي بيرتب اتجاه الحركه بتاعي. فانا فكرت خمس دقائق اهو، ان شاء الله انا هاجي الاستاذ محمود نعمل ان شاء الله الحلقه دي، وربنا يجيب الخير. تقول لي بيه ايه اللي حصل؟ حضرتك قلت لي ما اقولكش ايه تاني. طبعا كويس. انا بسمع الكلام زي ما يعني الواحد من حقه ان هو يفكر ويعقلها. مش من حقه ده لازم ويتوكل. بس انا بنتساءل بقالنا فتره، هو الواحد مولود يعني مخلوق على الارض، ربنا خلقه عشان يفكر ولا عشان يعمل؟ فيها كلام ظريف بقى وضحك هزار يعني، طب ما فيش بس ما خفيف. لانه بس يقول لك لا انا لازم اقعد افكر واحسب حسابات وبتاع، تلاقيه مثلا بيحسب حسابات من 2014 لحد النهارده. يا سيدي خلاص بقى، لا مش كده، توكل على الله. يعني اعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون ثم تردون الى عالم وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. خلي بالك. فادي اعراض. وبعدين في اعراض بقى مشهوره جدا بتاعت اضطرابات الجهاز الهضمي. انا عندي قرحه وعندي قولون عصبي، وفعلا بيبقى في توتر في القولون. احنا كنا مش عارف قلت قبل كده ولا لا وانا مع سعادتك، انه القلق اول ما بيضرب في الجسم بيضرب الجهاز الهضمي. القلق والخوف، حتى الواحد لما يتخض تلاقيه تحس ان معدته قفشت كده. والعكس لو في ناس يعني لما تفرح تاكل ولما تحزن تاكل، وبتبقى حاجه غصب عنها. من اعراض الاكتئاب اضطراب في الشهيه وفي النوم. واضطراب الكلاسيكي مع الاكتئاب ان الشهيه بتقفل والنوم بيزيد، وفي نسميها اتيبيكال سيمتومز، يعني اعراض مش كلاسيكيه قوي. العكس
يعني اللي عنده اكتئاب من غير ادويه ينام كتير؟ في ناس بقى تنام كتير وفي ناس تنام قليل، انا بقول الادويه هي اللي بتنام والنوم كتير. العكس لا لا مش لا لا، المكتئب عايز ينعزل عن الحياه، رافض الحياه. طب رجعنا للصداع من فضلك. ادي الصداع، انا عايز برضو يعني الصداع هو احد الاسباب بتاعته بيبقى نفسي، بس عايز اعمل يعني اعمم شويه في بقيه الاعراض، لان ناس كتير بيجي لها اعراض يقعدوا يلفوا بيها على اطباء يعني لا من ما احنا زماننا. هناخدها كلها، بس يعني انت بتتكلم كلام مهم جدا، فخاصة الوش اللي احنا فيه ده ممكن ناس هيجي لها صداع كتير، كتير فنعرف ايه الصداع النفسي الحتة دي زي ما قال الدكتور حسام، عشان الناس لما تعرف ان ده صداع نفسي تقدر تتعامل معاه بشكل اخر. مش هنقدر نتكلم عليه، ان ملهاش حد ثابت وقاطع في انه النقطة دي لو جه فيها صداع يبقى صداع نفسي، ملهاش. ده هو ان كان النفسية بتأذي كل اعضاء الجسم، كان النفسية الضعيفة بتضعف المناعة العامة للجسم، صحيح، فما نقدرش نميز نقطة بعينها علشان الناس ما يعني تقعدش انا ما اقدرش تدور. كشخص اقول ده صداع نفسي، لا ما اقدرش. لا، احنا الاول لما بيبقى فيه صداع المريض بيتجه الى اساتذتنا وزمايلنا اساتذه لما يلاقوا ما فيش الامراض مشاكل، الباطنه، لما ياخدوا مثلا حد زي العلامه الاستاذي الاستاذ الدكتور حسام موافي مثلا، يقول له يا ابني انت ما عندكش حاجه يبقى انت كده نفسي، تعالى لي بقى. فبيروح لحد من يعني بيجي لنا او بيروح لحد من طيب ناخد الامراض بقى النفسيه. اسباب الصداع النفسي عشان بس الناس تبقى الحاجات واضحه. اول سبب ستريس، ضغط، الضغط النفسي، والضغط النفسي بيجي بسبب استسلام البني آدم، استسلام لأفكار سلبية مفادها إن أنا مش هقدر أحقق حاجة، يبقى أنا كده مظلوم. قلت إن أنا مظلوم، تحولت إلى نسميها دراما كوين، نمثلها كانت السيدة أمينة رزق في التمثيليات طبعا دايما تطلع، حبيبتي اللي هو أمينة أنا كده رزق، إيه، يا مصر سلام. بتطلع بالأدوار كتير بتاعتها، إن أنا اللي بيحصل لي ده غصب عني ملياش يد فيه، مع انه الله سبحانه وتعالى خلق في المكنه النفسيه بتاعتنا الجزء المعني بالطموح البشري. فاكن الطموح البشري لما انا بوظفه توظيف حسن بياخدني ويروح بيا لاني احقق حاجه بكره او السنه الجايه ما كانتش موجوده النهارده. لما احقق حاجه بكره ما كانتش موجوده النهارده بسبب الطموح والسعي، ثقتي بنفسي ومزاجي العام بيعلو. طبعا لما مزاجي العام بيعلى يبتدي التوتر يضعف، لاني لما بثق في الله سبحانه وتعالى ثم في نفسي وقدرتي ان انا اقدر احقق باذن الله، اطمع طمع الصحي يعني اطمح الطموح الجيد كويس اللي بيه عايز احقق اكتر كويس. فاروح واحقق تاني. طب اذن ازاي هقول الاستاذ؟ لحضرتك بس السؤال ده انا سالته للدكتور كتير في اشياء متنوعه، لانه سؤال مهم، يعني مش سؤال مهم، الحاله دي محتاجه يعني حد يزقها. بس هو اكنه الطموح اللي بيوظف توظيف حسن ضد وعلاج للاعراض النفس جسمانيه. ولا فهمت حاجه ولا ملو ده. تاني، اكن الطموح اللي بيخليني لما اثق في الله ثم في نفسي واستخدم الطموح اللي ربنا حطه ده جوايا، نتكلم على الثقه، الثقه ده ده مش بس طموح، اوظف ثقه. الطموح، الطموح نفسه اللي هو انا عايز اوصل للنقطه دي، من النقطه دي للنقطه دي، فاول ربنا حاجه يرضي تعرف الله ان انت ان شاء الله ممكن. هقدر، ما خلق مش ربنا خلقني وسايبني على الارض لحد دلوقتي؟ هو سايبني ليه؟ عشان اقعد ارازي في خلق الله ولا ممكن. علشان يعني في نوايا كده. لا لا، ربنا سبحانه وتعالى ادم خلقني دلوقتي وانا على الارض دلوقتي حي ارزق وبتنفس ولسه واكل النهارده لقمه مثلا يا سيدي، يبقى انا مطلوب مني ان انا افكر اشغل مخي، هو ده التفكير الحسن بقى، في ايه اللي ممكن اعمله فلما اليوم يخلص اكون اضفت على الارض شيء ما جيد. وخطوه بخطوه لما النهارده بعمل حاجه معينه بثق، مزاجي العام بيعلى، القلق بيقل، التفكير بيبقى اكثر حصافه، يعني البني ادم القلقان تلاقيه مشوش. طبعا طبعا، كل ما بتنجح كل ما تتألق، كل ما تتحرك كل ما تتألق. الله ليه بقى؟ علشان الثقه بتعلى، ثقه في الله سبحانه وتعالى ثم في بس النفس. هنا برضو في نقطه مطلوبه، ولا انا بفكر غلط؟ يعني مطلوب ان يكون طموحك انت تستطيعه، والا احط طموح انا لا استطيعه فدائما افشل، فدائما احبط. ده التشكيك، ده التشكيك، عشان كده في ايمان، عشان كده بقول ثقة في الله. لا انا بسأل على انه انا لو عايز يعني عايز حاجة تبقى في مقدوري ولا ايه؟
حضرتك بتتكلم على في ترتيب اولوياتي لو يعني انا بقول عايز اعمل كذا، يبقى لما اختار حاجه ان شاء الله مش كده ده مطلوب بالورقه والقلم بقول اني هقدر اوصل لها. تمام. ما هو كل ميسر لما خلق له. انا النهارده عارف مثلا ربنا استخلفني في شويه علم في الحاجه الفلانيه، في خبيز العيش ولا في السباكه ولا في الطب ولا في المحاماه ولا كذا. كل واحد عنده حاجه. كل واحد. وبعدين وانا عندي حاجه انا لازم كل يوم بجود واطور منها. يعني الناس اللي بتنوي خير دايما لله كده وعارفه ان الرحله على الارض دي هينه خالص، وربنا بيفرج كل شيء هينه صحيح عن يعني ما شاء الله لما يكرم واحد كده بالحكمه تلاقيه يقول لك يا سيدي ما انت مكبر الدنيا ليه؟ تعالى بس نعمل حاجه كويسه عليها القيمه. تقول له ازاي والمشاكل والمصايب وما بتتحلش واديك شايف، تقول له ايه؟ كلام سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، قال ايه؟ وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. ولا حد يفهم ربنا بيدبر الامور ازاي، فمش هعمل انا السبع رجاله واشيل هم الدنيا. لك وكم يسر اتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. يا سيدي يا سيدي ده دكتور النهارده متعلق. وكم امر تساء به صباحا وتاتيك المسره في العشي. طبعا. يعني احنا من اسباب الصراعات اللي بتجيب بقى في الاخر الصداع والبتاع والبطني ومانيش قادر والكلام ده، ان الواحد بينصب نفسه في منصب اكبر بكتير قوي من حجمه. وكانه يا اخي طب ما تسيب بقى الشويه اللي هم ما انتش قادر عليهم وقول يا رب دول ربنا هيسهلهم لك. لا، لازم اعرف كل حاجه. اللي بيعمل كده وبيفكر بالطريقه دي ولازم انا اللي اخد حقي ولازم اعمل مش عارف ايه، ده دخل في الوسواس اللي عمال يحفر في التفاصيل وعايز يبقى شايف كل حاجه. شايف كل حاجه ازاي يعني؟ ده انت يا دوب على قد الشارع اللي بتمشي فيه وربنا اللي يعني لا حول ولا قوه الا بالله. لا طبعا. يعني السواقين المصريين يا محمود بيه، ايوه، من اشطر اعتبرهم يعني ازعم عشان انا بسوق في مصر وسواق مصري، من اشطر وامهر السواقين في العالم. انما تبص بعينك على اي شارع من الشوارع في الظهر كده تضرب اخماس في اسداس، مستحيل عقل بشري يتصور ان الناس دي كلها فاهمه هي بتعمل ايه. مستحيل، لا يستقيم فكر. يعني هبقى مجنون لو انا افتكرت ان انا فاهم. هو تيسير ربنا ده في السواقه، ما بالك بقى في داخليات ومجريات الامور. المشكله الكبيره اللي بنصطدم بيها بشوفها كتير في المجتمع دلوقتي ولا ابرئ نفسي، يعني ان الواحد مننا لما يقعد يقول اصل مش عارف ايه يدخل في حاجات كبيره قوي عليه. هو عمل ايه في نفسه؟ هو خد نفسه من اللي المفروض فعلا يبقى بيعمله عشان ينفع نفسه والمجتمع. ده بيتسق مع الفكره اللي احنا قلناها في الاول، انه يعني احلم عشان تستطيع تحقيق الحلم. مظبوط. ثم احلم مره اخرى ومره مزبوط. اخرى. مظبوط. جه بقى في تاريخ العلم النفسي مش الطب النفسي الحديث اللي هو 30 40 سنه اللي فاتوا، علماء كتير قوي كانوا يقول لك، ناس بتوع التنميه البشريه والناس دول، يقول لك احلم بكل حاجه واكبر حاجه وما يهمكش. يا سيدي على عيني على راسي، الناس فضلت تحلم بالكونسبت ده بالمفهوم ده وكلهم غرق وقعوا على جدور رقابيهم علشان ما التزموش باللي حضرتك كنت بتقول عليه اللي هو ايه؟ احلام اكبر بكتير وابعد بكتير. لا انا مش بكتير. بقول ده، انا بسال حضرتك عشان انت اللي تقول. سعادتك تفضلت. لا كلمه حكيمه جدا، انه اقعد احلم بحاجات كبيره قوي وانا يعني امكانياتي كده، ده انا حتى افقد الاحساس بحلاوه الحياه. يعني مشكله من مشاكل الناس اللي بتحط طموحات مرعبه جدا جدا وتوصل لها حتى، انه بيستهلك نفسه في السكه فما استمتعش. مش بس استهلاك بقى في السكه، الطموحات الاكبر وانا بسال الدكتور بتدفع لتنازلات اكتر. صحيح. لبلاوي اكتر. أحسنت. كلما طمحت الى ما لا تستطيع فانت بتبقى زي الورقه. اي حد يعمل فيك اي حاجه عشان انت عايز تحقق حلم. الغايه تبقى الماكيافيلي، مبدا الماكيافيلي، فلسفه الماكيافيليه. تمام. اللي هي الغايه تبرر الوسيله. عايز اسال سعادتك سؤال بسيط جدا. انت هتسال انا؟ يا فندم متعلم من حضرتك دايما. يعني احنا نحب نقعد مع شخص هادي وطموحاته مقاربه للواقع جدا جدا فتلاقيه رايق وراضي، انت تحب تقعد معاه اكتر، ولا واحد طموحاته كبيره ياخدك ويقعد يمخمضك في السكه رايح راجع كده؟ تحب تقعد مع الرايق؟ طبعا يعني مع المعتدل. ده اعتدال اسمه. أحسنت. اعتدال في الفكر والسلوك، لان ده هتلاقي كل تصرفاته خارجه من الفكر. احسنت. شوف بقى سعادتك في حاجه تانية اسمها هابت فورميشن، اللي هي تكوين العادات. لما البني ادم بيحط طموح معقول قابل للتحقيق
لكن هقوم الساعه كذا اشرب كوبايه الشاي، صلي فرض ربنا، انزل اروح شغلي، ومش عارف اعمل كذا وساعد حد غلبان بما يعني ربنا ييسر لي. طموح هرتب يومي كده، فيومي كله مشي حلو، واتمشى شويه وانا راجع مركبش المواصله ولا العربيه عشان جسمي كده ينشط، وادخل البيت بضحك في وش اهلي ما اقعدش مبوز وكذا، ويحقق الكلام ده. بني ادم ده بيعود نفسه على انه ينجح وهو سايب ايده. صحيح والله. هو سايب ايده يعني ما بيبذلش مجهود. والله احسنت يا دكتور. فلطالما ايوه وتعلمنا. عارف سعادتك النهارده كنت بكلم مع حد من زمايلي في 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 اللي هي الفطره الانسانيه السويه السليمه اللي ملهاش حتى علاقه بالعلم. يعني الناس تكبر وتبجل اهل العلم، اللي ياما منهم يقول لك خدي بالك يا ابني من الرياء والنفاق والعجب، وتفتكر نفسك وده انت بتقعد تتعلم وتذاكر وتسمع وخبره في الدنيا، وتلاقي حد على الفطره السليمه راجل كده عنده 80 سنه ولا ست عندها بتاع، تلاقي ست من احكم الناس في اداره بيتها وتربي عيالها كويس وطيبه وراضيه بقليلها، وتلاقيها عاشت تقابل الناس دي في اخر عمرها يقول لك انا ربنا اداني كل حاجه. صحيح. انا الحمد لله ربنا جبرني مش عارف ايه وايه. يعني انت المكنه الحماس دي ايه؟ قال لك لا كان نفسي يبقى عندي عيال كده وخلصوا المدرسه خلصوا الجامعه ويبقى عنده عربيه ويبقى عنده مش عارف ايه وبتاع. القصد العوده الى الرضا وحسن استخدام الطموح وقاية ضد بعض الأمراض النفسية. بس أنا يعني من خلال يعني الحياة مسألة الرضا دي مسألة في منتهى الصعوبة، ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى لما خاطب سيدنا محمد سوف يعطيك ربك فترضى، يعني دي أعلى حاجة وجت من عند ربنا، يعني هديك لغاية ما ترضى. فالرضا دي حاجة صعبة جدا، أنت بتطلب من الناس طلب شبه مستحيل. مفيش مستحيل عند ربنا. اولا ما قلتش مستحيل، اولا انا عايز اسال بقى على حاجه شبه. يعني كام واحد مننا بيقول اللهم اني اسالك الرضا؟ دي حاجه ده ربنا العاطي بقى خزائنه مملوءه لا تنفذ، هو الوهاب يعني واسال تعطى ولا ايه؟ طبعا 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 يا رب اسالك الرضا. الحاجه الثانيه ما قلناها زمان، عد غنماتك. هو انا عندي ايه؟ كوبايه اليانسون دي وشويه مش عارف ايه وحته ارض ولا هدمه بلبسها ولا لقمه باكلها؟ الحمد لله ما حلو اهو. اول ما قلت حلو اهو وبصيت على اللي موجود فعلا فيزيكالي يعني ماديا، ماده اهي كوبايه وفيها حاجه، بصيت عليها وقلت ايه ده ربنا استخلفني فيها، الله الحمد لله. انا في اللحظه دي فصلت عن الماضي والمستقبل، عشت في الحاضر. وبمناسبه استخلفني فيها دي، الناس اللي ما بترضاش هي الناس اللي فاكره ان اللي عندها ده بتاعها. الناس اللي بترضى اكتر هم اللي على يقين بان اللي عندهم هم مستخلفين فيه. يعني انا البتاع ده ربنا ادهوني شويه اشوف هعمل فيه ايه وهياخده مني تاني. حد من اصدقائي الاعزاء جدا جدا كان ذو منصب كبير قوي في وزاره الداخليه من الضباط الاكابر يعني. مره بقول له حضرتك كل يوم تيجي النادي الساعه 6 الصبح بتاع المعاش وبتعمل الرياضه، مش بس بيمشي كان بيلعب عقله ومضغط وحاجات جميله جدا وبتاع، وكنا بنلعب احنا رياضات عنيفه شويه، هو يسبقني يعني عمرا ومقاما ب 20 سنه ولا حاجه. فقال لي يا ابني ان ربنا اداني بدن بحافظ له عليه لحد اما ياخده مني. قلت له لا عايزين نقعد بقى نشرب الشاي عشان تشرحها لي. تمام. شوف حتى صحيح. البدن الجسم صحيح. الناس الاقرب للرضا بما ان حضرتك يعني اثرت الموضوع ده، هما اللي على يقين ان كل شيء، النفس اللي بيتنفسوه، الجسم بتاعهم، مش بس الهدوم اللي على الجسم ولا البيت اللي هما مستورين فيه ولا الناس اللي حواليهم العزوة، عارفين ان الكلام ده كله هما مستخلفين فيه يسألوا عنه. الناس دي راضية ليه؟ لان غصب عنها عنده درجة من دافع القلق اللي بيخليه دايما مشتبك مع الحاجة يصونها يصونها. طالما انا صنت حاجة الحاجه دي بتربو تقعد. عارف اللي عنده عربيه يقول لك العربيات الجديده دي كلها اي كلام وبتبوظ بسرعه. ده عربيت انا كده. لا ده بتلاقي ناس عندها عربيه بقى لها 20 و30 سنه، انت ازاي محافظ عليها؟ عارف حضرتك العربيات 28 بتاع زمان والحاجات طبعا دي ركبناها 30 سنه والديتلز. تلاقي لحد النهارده ناس محافظه عليها وبتاع، انت ازاي محافظ عليها؟ لك بصونها. صحيح. والتاني زميله اللي اتخرج معاه من الجامعه اللي ربنا كرمه وعمال يشتري في عربيات جديده وعربيات سريعه وعربيات مش عارف ايه، يقول ايه القرف ده وبتاع، وتلاقي عنده عربيه يعني بالقيمه الماديه قد العربيه بتاعت الاولاني ده 100 مره. ده راضي الاولاني وبيحافظ عليها، والتاني مش عاجبه حاجه ومش راضي وغاوي منظره وبيعمل فعمال يتلط كل شويه ويتنظر ويتعمل وبتاع. اذا فلسفه الرضا ليها ابعاد كتيره قوي، منها البعد ده اول مره نتكلم من المكان حضرتك المنبر الجميل ده عليها، الا وهي
خلينا نفكر شوية في إن اللي ربنا مديهوني ده هأسأل عليه، أنا مستخلف فيه. فتلاقي الواحد معظم وقته رايح لأنه يحافظ على اللي موجود، وثبت قطعا ما لا يدع مجال للشك إن حفاظي على اللي موجود بيفضل موجود كتير طبعا، ويحسسني بقيمة الشيء. الكارثة اللي احنا واعيين مع المراهقين فيها والاطفال في الزمن اللي احنا فيه، ان العيال مش حاسة بقيمة الحاجة لان ما بيحافظوش عليها. اليابانيين لما الناس كانت بقالها فترة بتتكلم في الحكاية دي، يقول لك اما الكسر عنده طبق يلحمه بمية الذهب. طب هو طبق مكسور يا عم، اتكل على الله وهات لك طبق، يعني ايه الفقر ده؟ طب يلحمه بمية الذهب علشان القديم قيمته تزيد مع طول مدة خدمته ليا. ولذلك تلاقي واحد مثلا متزوج مثلا، تلاقي الأصيل بقى المحترم، يعني ربنا يعني يجعلنا منهم يا رب، ندعي يا رب يا إنما رب. ربنا يجعلنا منهم، تلاقيه مع الوقت يقدر زوجته أكتر. ليه؟ عمالة عايشة معاه بقالها كتير، مستحملة مراويك، تخدمه تلاقيه يقدر حتى لو تعدت عليه ولا بتاع، ولا العكس بالعكس. الحاجة لما تقدم. بس مين فينا اللي بيحافظ على اللي موجود من باب ان انا راضي بيه وهفضل محافظ عليه لحد الاخر؟ الكونسبت المفهوم الثاني هو انه كل حاجه الى زوال، فانت بتطمع في حاجه تانية غير اللي في ايدك وهي رايحه زي اللي في ايدك. طب ما الاولى انك تاخد بالك من اللي عندك، صحيح، فتفضل موجود في الحاضر، فما تهربش بالخوف والطمع لاني مش راضي باللي موجود وعايز غيره. الحاجه الثالثه فضيله الصبر والمثابرة. الصبر هو ان كلنا عايزين كل حاجة بسرعة. عايز اقول لفتة كده مهمة قوي، في احد انواع اضطرابات الشخصية الانحرافية نسميها احنا بالبلدي في السوق بتاعنا الجارجون، الكار بتاعنا احنا جارجون دي كلمة انجليزي، جارجون يعني هي اللغة بتاعت الكار ده، اللي هو لو ناس من بره جم يسمعوها ما يفهموهاش قوي. اسمها جارجون عامية عندهم لتتصف. جارجون دي كلمة خواجاتي معناها كده. يعني لو انا وسعادتك بنشتغل شغلانة معينة في الاعلام مثلا، تلاقي دايما في الترمينولوجي اللي هو المصطلحات خاصة بال دي مخصوص بتاعتهم. ففي الجارجون بتاعنا احنا بتاع الطب النفسي والامراض النفسية والادمان والانحراف ومش عارف حاجات ربنا ايش في الجميع، يعني يا رب. تلاقينا نقول ايه، انا عايز من الحاجة دي كتير قوي بسرعة جدا، عكس الصبر. مفيش كده، عكس الصبر. فاللي عايز كتير قوي بسرعة جدا بيغرق قبل ما بيلحق ياخد باله، بيغرق. زي مثلا في ادمان المخدرات ربنا يعافي الجميع، بيبقى عايز كتير من اي حاجه، عايز فلوس كتير وبسرعه، عايز مخدرات كتير وبسرعه. عكس الرضا، الرضا بيحتاج صبر، والصبر فضيله نقدر ندرب ونمرن نفسنا عليها. فيها بقى تمارين تنفس، فيها تمارين ان انا فرمل العوايز بتاعتي. تمارين تنفس عايز ممكن تقولها لي؟ بس يبقى نعمل فاصل الاول. حاضر، استعدوا بقى، هنعمل لكم تمارين تنفس عشان خاطر ايه تساعدك على مواجهه الحياه. يلا فاصل. اهلا بحضراتكم عبد الاستاذ الدكتور عمرو اليسري صديقنا العزيز. دكتور عمرو، كنا هنعمل تمارين تنفس عشان نواجه، مش عارف نواجه بصراحه نواجه حاجه ايه، التوتر والطموح الزايد اللي ملوش لازمه عشان نرضى. بس خلاص جبتها الحمد لله. في حاجه برضو عايز اقولها كمان لان مهمه قوي ومشهور قوي دلوقتي، مرض الهلع، اضطراب الهلع، اللي هو حد يحس ان روحه بتتسحب وانه بيموت، اللي هو اعلى درجات الخوف. بيعملوا لها برضو تمارين التنفس دي، بتقلل شويه من نسبه الاصابه بالنوبات بتاعه الهلع دي، بتيجي نوبه كده. فخلينا نقول تمارين التنفس دي ليها فلسفه كده لطيفه قوي بحبها. يعني كويس، اول حاجه تثبت حياه اي بني ادم فينا اول ما بيتولد ايه؟ الصريخ، النفس. النفس طبعا قبل الصريخ، فبياخد هواء الاول بيطلعه بالصريخ. يعني هو حتى النفس سبق الصريخ، هو القوه
اللي منها جه الطفل الجنين ده نزل وقال لك انا هنا يا حلوين، فعايز يعمل لنا دوشه، فصرخ فاثبت وجوده على الارض. لا انا عندي راي ان هو بيصرخ لانه مش عايز يطلع. ايه البلوه اللي طلعتوني فيها ديت؟ الحمد لله. ولذلك انه اي حاجه بتبتدي من النفس، تمارين التنفس، يعني لو حد اتنفس، في ناس بتتنفس غلط وناس بتتنفس صح. صحيح. مش بس موضوع بتنفس من مناخيري ولا من بقي، ده كمان بتنفس قد ايه، بعمق قد ايه. تمارين بتخلي البني ادم اهدى، وبتخلي رده الفعل ابطا. مظبوط. فلما رده الفعل بتبقى ابطا بتديني مساحه للتفكير والحكم على نفسي في اللي هقوله، ان كان صائب ام خطا. انت عارف ان اسماعيل ياسين عامل الحكايه دي من 60 70 سنه؟ ايه قال للناس ما تيجي تتعدى تعمل كده، تعد 10. علم الناس تعد 10 وبعدين تقدر تبص لها نفسك قلت حاجه تانية خالص غير اللي كنت هتقولها من قبل ما تعد. صحيح. التوتر دايما بيبقى معاه ضربات قلب ونفس سريع. صحيح. طيب الناس بتعمل تمارين تنفس علشان يمرنوا نفسهم على تنظيم نفسهم والتحكم فيه، وبالتبعية في الانفعال. تمام. فبيقربوا من الهدوء ومن الرضا ومن الاستقرار وكذا. أسهل، أنا عايز أقول مثل، يعني أسهل مثل لتمارين التنفس إن الواحد ياخد نفس ويعد من 1 لـ10 وبعدين يخرجه، ثم مع كل نفس يركز في مجموعة عضلات من عضلات جسمه، يبتدي بصوابع رجله لحد فروة الراس مع كل نفس. والناس بقى انصحهم يعني خشوا على الانترنت كده يبصوا على العضلات في الجسم، سبحان الله معجزة يعني. من المعجزات ممتعة، اي حد يدوس يعني يكتب عضلات الجسم البشري هو ممكن واحد يعمل كده فيسمع يحس بعضلات جسمه كلها. يعني لو هو فكر فيها تاخد تطلع. هو بيودي زي سيجنال كده، اشاره للعضله، فبتبتدي تتفك شويه. اللي بيقدر يظبط يعني من اول صوابع الرجل وبعدين القدم وبعدين سمانه الرجل، وفي عضله ماشي قدام السمانه وهو مع كل نفس بيفكر في عضله من العضلات دي عشان يرخيها. وساعات ناس تعمل 10 نفس لكل مجموعه عضلات. الموضوع ده بياخد من 5 لـ10 دقائق وبيحتاج تدريب، يعني من اول مره الناس ما بتعرفش، 10 مرات و100 مره و200 مره بيبتدوا يكتسبوا القدره على الاسترخاء. الى ان كنا برضو قاعدين مع جماعه من زمايلنا كده فتره مره، وبعدين حد عمال يقول والتع والمواصلات وشد العصبي، التاني قال له يا ابني انا بقعد في الاتوبيس بركب من الاول المحطه وبقعد اعمل تمارين النفس ايه وتمارين ايه في القرف اللي احنا فيه والحر والصيف. قاعد عارف حضرتك الاسطوانه اللي هي الشهيره جدا دي. فالتاني بص لي يعني توسم فيها الحكمه مش عارف ليه، قال لي بصوا النبي قام ضايع عمره على شويه السريخ ده. طب وبعدين يعني؟ قال لي انا معايا شويه سميت وجبنه بيقعد بيهم. ايه الجمال ده؟ يعني انت الناس مولعه في بعضها في الاتوبيس وانت قاعد من اول الخط، هو معاه سميته وشويه دقه وحته الجبنه. طبعا مستعبط عشان ما يقعدش حد مكانه. باصص بقى الشباك وسميته الجبنه عمال يتنفس ومسترخي وبتاع. ياما ناس بتضرب امثله حقيقيه في انه مهما كنت في ضغط برضه تعيش مرتاح. انا بس بوجه الرساله دي للغاويين العكس بقى. انا عمري ما انام ولا هيهدى لي بال الا لما كذا يتغير وكذا يتصلح يا عم نصبت نفسك اله والعياذ بالله. ما تهدى في نفسك الاول علشان ما يجيلكش صداع بقى، الصداع النفسي ده والعصبي، وما يجيلكش امراض في جسمك. الرضا محتاج صبر، كنا بنتكلم بقى في الحته دي عودا يعني للنقطه الاساسيه، ومحتاج مثابره. الناس اللي بترضى مستمتعه باللي بتعمله، فهو مش عايز حاجه تانية. يعني قاعد بيشتغل وتيجي تكلمه يقول لك سيبني بس اما اخلص الحاجه اللي في ايدي دي. عشان كده يقول لك يا بخت اللي بيشتغل هوايته. يا سلام. اللي اكل عيشه هوايته. اللي بيحبها يعني بيحب مهنته. تيجي تبص على مجموعه الناس، يعني انا علمني والدي ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه استاذنا الدكتور يوسف طبعا. قال لي يا ابني ما انت كتير قوي اجزاء كتير من حياتك مفروضه عليك مش بمزاجك، معنى كده انك هتتنصل عن مسؤولياتك مثلا؟ قلت له والله يا بابا يعني نفسي اتنصل. ما ينفعش. مش هتبقى قوي ساعتها. المثابره بتخلي البني ادم يعتاد الشيء من كتر عمايله برضا لحد ما بيبقى جزء منه. واي حد بيعمل حاجه كتير بيبقى شاطر فيها. اي حد طبعا خلاص تمرست فيها ولا عنده خبره بالعاده. تبان قوي في ايه يا فندم؟
الوظائف اللي بالايد اللي محتاجه توافق الصنعة. عصبي عضلي، اللي محتاجه توافق عصبي عضلي زي عضلي زي اللي بيطبلوا كده الحاجات دي، زي فكرة السواقة برضو، فكرة التريكو، فكرة اللي بيعمل حاجة بإيده بس بيعملها البداية، بشكل تلقائي بعد شوية، هي معقدة جدا بس يقدر يعملها من غير ما يفكر. بس البداية نفتح بوابة القبول، اللي هو مش كل حاجة أقول لأ مش هتنفع، جربت وفشلت، أصل اللي عملها غيري كانت ظروفه مختلفة، مفيش الحاجات دي، أنت بالطريقة دي عمرك ما هتنمو، وإحنا ربنا خلقنا ديفلوبمنتلي بنكبر بننمو، وبنتغير كل الناس وبنشوف الدنيا مختلفة والدنيا كمان بتتغير. ده للي بيتفرج وللي بيشوف. الحاجة التانية المهمة قوي ليها علاقة بالرضا، إن البني آدم ما يستخسرش في نفسه. يعني الناس اللي عندها طمع أو عندها خوف تلاقيه ماسك قوي، فتلاقيه ثابت في المكان اللي هو فيه، فعمره بيعدي من غير ما يستكشف. واحنا كائنات، كان في خواجه كده اسمه ماكدوجل، مره نبقى نتكلم عليه، والله عمل يا حاجات ريت حلوه يا قوي، ريت. عامل 18 دافع بيحركوا البني ادم، ليه ما نتكلم عليه مره طب نكون خلاص فيه والله. نكتبها دي، 18 دافع دي، موضوع ماكدوجل حلو. مش ماكدونالد طبعا، يعني ماكدونالد ده بتاع السندوتشات، اسمه ايه؟ اسمه ماكدوجل. ماكدوجل ده ماكدوجل الماني ولا ايه ده ولا ايه؟ ده مش عارف مليته ايه، بس هو من علماء النفس العتاوله عمل اللي 18 حط نقطة أو 18 18 نقطه، تصرف عشان 12 يوصل لإيه؟ وزودهم 6، يقول لك دي الدوافع اللي بتحرك البني ادمين، منها مثلا سماها حاجه اسمها جريجيريوس بروبنسيتي، اللي هو من الدوافع اللي بتحركنا في الدنيا ان احنا نتعرف على بعض، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا القبائل وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا. فيقول لك دي ازاي الواحد بقى يتناغم في معارفه وانه يتعامل مع الناس ويقبل الفولتس الاخطاء اللي فيهم علشان يحقق الدافع بتاع انا موجود علشان اكبر العزوه بتاعتي واتعرف على ناس. كنت بقول لحضرتك على الناس اللي بتقفل على نفسها، البخيله او الخوافه. بيقولوا دلوقتي انه بتهيألي يا دكتور البخل ده مرض. مرض. وبعدين كل واحد بخيل عنده مليون سبب يخليه يقنعك بانه لا هو مش هو بخيل في ولا حاجه، منتهى هو كده السعاده، في الامان. هو في منتهى السعاده. وسبحان الله اللي تلاقي، يعني انا لفت نظري في اشاره كده بمشي فيها كل 4 مرات في الاسبوع. اشاره بنقعد فيها شويه كويسين يعني. كويس. وبعدين لقيت الاشاره دي فيها 3 أو 4 من اهل الحاجه يعني، ربنا يعزهم اللي يطلبوا يعني مساعده. لفت نظري انه ما بيديهمش صدقه الا سواقين النص نقل والميكروباص. خد بالك بتلاقي 18 مرسيدس و40 مش عارف ايه، لا ما بيعملوش وحاجه جميل كله في يعني، تكييفاته بقى بعضهم وفي يعني. الامان. الحاجه التانيه الغريبه جدا، بتلاقي الناس دي معاها ازايز ميه زياده سبير، السواقين يوم ما بيقف الظهر يدوها يمنع له اربع يروح مطلع ازاز ميه مديها للي في الشارع اللي بيطلب للسائل ده. بتاعه. طبعا الواحد بيبقى في نص هدومه بقى حاسس انه يعني يا رب، يعني اللي معهوش هو بيدي اكتر من اللي معاه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقوا ولو بشق تمره، يعني كل واحد حسب على قد. عارف الناس دول حاسين بايه وهم ماشيين في الشارع؟ الشارع ملكهم. عارف المقفلين على عربياتهم وبتاع حاسين برهبه. شوف الفرق، ده التاني فتح الشباك وتمام وكده، ولما بيلاقي حد عايز حاجه بيقول له تعالى خد اديلك، التاني حاسس بخوف مهدد وقافل على نفسه. لما ماكدوجل كان بيقول الجريجيريوس بروبنسيتي دي وقعدنا نذاكر فيها شويه يعني ونفكر فيها، لقيت انه مين اللي عايش مطمن؟ اللي حاسس بالتوحد مع بقيه البشر في الشارع. بالتوحد يعني انا وانت واحد، انت جزء منهم وبالتالي عندك سند كبير ده. الله طول يفتح الوقت، عليك عندك ظهر، الناس دي كلها ظهرك. الله يفتح عليك. ده مش بس كده، ده عنده تقدير لنعمه ربنا ليه. خد بال صحيح حضرتك صحيح انا بقول لك سواء نص نقل اللي هم على راسنا كلهم والميكروباصات وكده، مش كده؟ طبعا انا بكلمك قياسا ده باللي تحته. في ناس تانية بقى عندها من المال ما شاء الله قد دول 10,000 مره، والدليل شكل الفيكلز يعني العربيات اللي راكبينها وكده، وقافلين على نفسهم ويطلعوا في التلفزيونات زي حالاتي كده مع عبد الله الفقير يعني، يقول لك لازم الناس دول يعني احنا ما يعدموا بنعاتبش حد ويتسكروا. يعني، كل واحد له في هذا شأنه، انا بس كل بقول واحد له في هذا شأنه، انما دي ملاحظة تفسيرية طبية يعني. يعني القصد، إذن الرضا يستلزم الإحساس بالآخر والمثابرة على احتمال الآخر والمثابرة على بمرن نفسي اني اقدر غيري واديله العذر. سيدنا الامام الشافعي قال اقبل معاذير من ياتيك معتذرا.
سين بركة فيما قال أو فجر. في ناس في مستوى تاني أي حد يعمل أي حاجة غلط يقول لك الله أعلم بظروفه. احنا لسه بنتكلم يا محمود بيه في الفاصل على إيه؟ إنه في ناس بالجينات كده. عايزين نسأل السؤال ده قبل ما تخلص الحوار معاك. ده عايز 16 حلقة عشان واحد غلبان زي يعرف يرد عليه. لأن الدكتور حسام موافق ده اتكلم على موضوع الجينات وإن هي ليها علاقة بالإدمان. لا هو كان بيتكلم على حاجات كتير. بس دكتورنا دكتور عمرو يسري هو بيقابل حالات إدمان كتير. ففوجئت أنا أستاذ جمعة جه سأل الدكتور فلقيت الدكتور بيقول أيوه واحنا كنا قلنا ده قبل كده انه ده ليه علاقه بالجينات وده موضوع يعني انا بصراحه مش فاهمه واحب جدا ان افهمه مع حضراتكم. هتعملوا حلقه ده ان شاء الله. انا تحت امر حضرتك يعني عايز وقت طويل. عايز وقت طويل طبعا محتاج تفصيل لان الناس بيقعوا في لبس كبير قوي لما الابحاث اثبتت مؤخرا. هل هي اثبتت فعلا او ما زال الامر يعني تحت لا البحث؟ لا اتعمل بحثين كبار قوي قوي قالوا اثبتوا ان الادمان مرض وراثي جيني. خد بال سعادتك وراثي جيني ممكن يبقى من سبع جد يعني. مظبوط. يعني ممكن بعد شويه او يمكن دلوقتي يشيلوا جين ده. على الله على الله يشيلوا جين فما يبقاش في مدمن بعد كده. على الله. الا بقى المدمن بطبيعته ده عايز يبقى مدمن. انا بس لو حضرتك عايز مني كلمه قبل الحلقه هقولها في الموضوع ده. ابوس ايدين حضراتكم ما حد يحكم على حد علشان حضرتك ما عشتش ظروفه ومش شايل جيناته. لانه كلام في العلم دلوقتي على ان حتى السلوك المنحرف ليه علاقه بالجينات فما يبقاش حضرتك يلي بتحكم لو ربنا اكرمك بحسن خلق تستخدمه في انك تقعد تتكلم على الناس الغلابه لو اعتبرناهم كده لانهم صحاب مرض بقى ما ده ما يبقاش عنده حسن على خلق مستوى لا. الانحراف اللي دخل في السكه دي ما عندوش حسن خلق من حسن الخلق ان انت ما لا تتكلم فيما لا يعنيك مش بس كده يعني قصدي باب التقدير باب جميل جدا واسع جدا للخير خير من عند ربنا يعني انا مقدر وبعدين الواحد يتلهي في نفسه يعني من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه زي سعادتك قلت طبعا وبعدين الواحد مليان عيوب يعني صحيح. يعني احنا بتعشم ربنا يعني عايزين يسترنا احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح كان زمان الريحه ربنا يلطف يا سلام ده ابو العتاهيه احسن الله بنا ان الخطايا تصور ان الخطايا بتاعتنا كل واحد خطايا بتطلع مطلعه ريحه مش ولا بد تصور كنا نمشي عاملين ازاي. خلاص احنا هنذيع ام فتحي. طيب ممكن ناخد كلمة أخيرة بقى عن الصداع وعن حضرتك اتكلمت عن النقح وعن الحططان ثلاث حاجات دول لما الواحد يبقى بتجيله من حين لآخر هل يتعامل معهم بالأدوية أم يتعامل معهم كيف يتعامل معهم؟ أولا زمايلنا وأساتذتنا أساتذة الأمراض الباطنة لو قالوا لحضراتكم إن الأعراض دي ملهاش سبب عضوي واضح رجاء الاتجاه الى متخصصين الطب او الامراض النفسيه علشان عاده بتبقى الاعراض دي ناتجه عن ضغط نفسي او ضغط عصبي او عن درجه من درجات الاكتئاب الغير مرئي. احنا كنا اتكلمنا كمان قبل كده عن المكتئب الضاحك يعني حتى في ناس عندها مرض الاكتئاب وعايشه بيه وهم بيضحكوا يعني طبعا كتير انا اعرف ناس منهم تلاقيه ده ضحوك ولطيف لكن هو يعني ياخدك ويديك اخر الدنيا مش عارف الشعر النهارده نازل على دماغي ليه ولا تحسبن رقصي بينكم طربا ايوه فالطير يرقص مذبوحا من شده الالم يعني ياما ناس برضو ودي ليها علاقه بالتقدير برضو صحيح ان الواحد يخليه في حاله كده ويبتسم ويبقى هادي وبتاع كلمه طيبه يعني تخلي الحياه كلها حواليك طيبه. أنا بشكرك دكتور ألف شكرا لحضرتك يمكن يكون مناسب جدا يا دكتور النهارده احنا سجلنا مع ست لطيفة في حتة اسمها العلوة في باب الخلق بين باب الخلق وعابدين ست بتبيع تلج لسه في ناس بتبيع تلج في الخيش في هي عندها تلاجة تلاجة الخشب بتاعت زمان تحط فيها التلج دي وما تعرفهاش أنت أنا أعرفها وأنا رحت شرفت بأن أنا قعدت مع ست أم فتحي اللي هي فيها الرضا وفيها الشقة وفيها حتة مبتسمة طول الوقت ابتسامة في منتهى الجمال وبتنام في الدكانة يعني تقعد طول الأسبوع نايمة في الدكانة وبعدين تروح يوم واحد في الأسبوع. أنا بشكرك دكتور ألف شكر حضرتك أم فتحي بعد الفاصل إن شاء الله.